حلقات اليوم نقدم لكم بمناسبة الفصل الصيف شلاضة خفيفة ظريفة، شلاضة مميزة بزاف. وهذا الشلاضة بيان سور تاع بنتي، هي اللي طيبها وهي اللي توجدها. دونك بليزيور ريبريز ندومونديها تعاودها وطيبها باسكو تعجبني قبل بزاف، ودوكا راح نبارطاجيها معكم راح تعجبكم اكيد. دونك كيما سبق في مقبله وشفتوا لاماش، لاماش هي هذه نوع تاع سلاد. الشلاضه هذه راكم تشوفوا النوع تاعها، الشكل تاعها كيفاش داير، ما نعرفش نسميها لكم بالعربيه، مي من بعد نحطها لكم الى لقيت لا تراديكسيون تاعها بالعربيه نحطها لكم. مهم لاماش فوالا. وعندنا البيض المشرشم زوج حبيبات، عندنا بطاطا مشرشمة قطعتها بهذا الشكل بيتي دي ولا تي كاري، عندنا بيان سور المايس، وعندنا الكريم لا كريم فريش، شويه ملح، وثان المايونيز، زيت الزيتون، الفرماج. انا قطعتو بكيب، علاش؟ باسكو ولادي شريت من قبل وكلاوه لي، لقيتهم ديجا دخلوا عليه 116. وهذا بيان سور هذا النعناع اللي راني قطعته صغير صغير. فوالا وبسم الله على بركتي الله نبداو. الوغ انا بيزوان دان سالاديي باش نخدمو نبريباريو العفسه ديالنا. دونك في هذا سلاديه واش ندير؟ ندير مايونيز، ثم انا عندي بعد ما درت المايونيز ندير لا كريم فريش، معروفه لا كريم فريش بحلاوتها، هي بزاف طيبها في لي صوص لا كريم فريش الصلصات. هنا من بعد نحط فيها نحط فيها لامونت او النعناع، نزيد عليها شويه تاع زيت الزيتون. تحبي هي تعشق في بزيت الزيتون بزاف بزاف. نخدموا الصلصه نتاعنا تاع الشلاضه، نزيد نحط داخل مايس، نزيد الحبات نتاع البطاطا، من بعد نبدا ندخل عليها شلاضه، ماشي انا نسميها شلاضه بصح هي لاماش، ندخل عليها ما سالاد، نبدا نغطس فيها باش تشرب تدريجيا، يعني تدريجيا. مليحة هذه السلطات متنوعة، تختلف عن السلطات الاخرين. علاش مليحة؟ الانسان ينوع شوية في المأكولات، كاين الناس يبقاو يطيبوا العدس، يبقاو في العدس اش 24 اش 24 صباح والعشية، نو يفو شونجي ان تي بو، الانسان لازم ينوع، لازم يبدل، ما كاش غير مأكول واحدة ولا شلاضة كيف كيف، ما كاش غير طوماطيش والبصل والبطاطا مشرشمة مع زيت الزيتون مع الزيتون، نو يا اوتر شوز بيان سور، حتى باش الانسان ما يملش خاصه مع الصيف وكلش. انا دونك انا ما نزيدش نكثر كثر، انا وصلت لي من لاماش، ها هي الشلاضه، نزيد دوكا فوقها راكم تشوفوا الفرماج، نزيد عليها الفرماج نتاعي لي كوب اللي سبق ليا وقطعته، عليها ونزيد الفرماج، عليها ونزيد البيض المشرشم. فوالا ها هي الشلاضه ديالي، الله يبارك. شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله، شوفوا شوفوا الشلاضه نتاعي. لازم عليك سيدتي المشاهدة تجربي هذا الشلاضة ومن بعد ترجعي لي الخبر، بصح في التعليق ماذا بيا نقرا رايك،
اكيد البنينه، اكيد لذيذه، اكيد خفيفه، وثان ننصحك بها لانه لما تتناولي هذا الشلاطه، هذا السلطه، هذا النوع نتاع الشلاطه راح تشبعي. وايضا بالنسبه اللي يحبوا يديروا ريجيم ما ياكلوش بزاف، يشوفوا على حساب الوجبه نتاعهم ينقصوا من لا كونتيتي. فوالا، وهذه هي، وتشبع فيها الفرماج، فيها البيض مشرشم، فيها المايس، فيها 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 حاجات يعني، فيها زيت الزيتون، فيها الفوائد الصحيه، الفيتامين اللي تعاوننا باش تمد لنا الطاقه، تزود لنا بالطاقه بلا ما نسمانو، بلا ما تزيد لنا داك الشحم اللي يتكدس تاع تحت الجلد ونسمانو ونتشحمو بلا فايده. ما كاش كيما لاطاي سيدتي، جمالك في لاطاي تاعك. فوالا، نصيحه ذهبيه ليك سيدتي انستي الغاليه، حبيبتي انت المشاهده، راكي تسوي وتغلاي عندي، مرحبا بك في القناه، راكي تعاوني فيا وتدعمي فيا، سواء باللايكات سواء بالتعليقات. نحبكم متاليكم، احبكم في الله جميعا. ليزابوني التوعي، وربي يشد لي فيكم، وعاونوني باش تطلع القناه نتاعي، وربي يشد لي فيكم وصحه عيدكم. وفوالا، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، وتهلاو بزاف في روحتكم، وشهيه طيبه شهيتكم في الجنه. ما عليكم الا انكم تجربوا هذا النوع نتاع السلطه، من بعد ترجعوا لي في الخبر بالخبر. فوالا، الى اللقاء. كنتم في قناه لوندا ديزات شمس الحياه، في هذا الفيديو المختلف نتاع وصفه يعني في عالم الطبخ، وصفه السلطه مختلفه متميزه، وايضا سورتو اكيد لذيذه. اللي حبيتوا تزيدوها شويه طوماطيش من فوق زيدوا لها كما تحبوا. فوالا، كل واحد والذوق ديالو، مي فرانشمون سي اون تري تري بون سالاد، سورتو الي ديليسيوز. جو كونساي دو لا بريباري، اسيي لا. من بعد من بعد بيان سور كي تذوقوها كلش ترجعوا لي بالخبر. خليتكم في الامان، ما شتكمش بزاف بالهضره. نقول لكم فوالا، راني كملنا الشلاطه نتاعنا، راكم تشوفوا فيها، تكون عجبتكم اكيد. فوالا، الى اللقاء في ملتقى في فيديو جديد اخر ان شاء الله. كنتم في قناتي، قناتكم، قناه لوندا ديزات شمس الحياه. تهلاو بزاف روحتكم، احبكم في الله. ما تنساوش اللايك. الى اللقاء، باي.